السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم تحليه او ديسير للسحور او لوجبه الافطار. كيجي بارد ومنعش بجوج ديال المكونات فقط، بيضون فلو وبيضون كريم باتيسير بالفواكه. عندنا 4 حبات من الموز اللي كيكونوا متوسطين، الا كانوا كبار كنستعملوا فقط 3. وعندنا هنايا 200 مليلتر من القشدة اللي كتكون على هذا الشكل، القشدة اللي كنستعملوا في الحلويات وفي الطبخ. وعندنا عصير نصف حامضة وحدة و50 غرام السكر. دابا غادي نبداو في الطريقه ديال التحضير اللي هي سهله جدا. غنحتاجو هنايا 3 الحبات ديال الموز اللي كيكونوا كبار، الا كانوا صغار كنستعملو حتى 5. كناخدو الكاس ديال العصير الخلاط الكهربائي وكنديرو فيه الموز ديالنا اللي كنقطعوه على شكل مربعات صغيره. بالنسبه للمقادير غتلقاوها مكتوبه اسفل الفيديو. هاد الديسير هذا كنتمنى تجربوه لانه كيجي رائع، كيجي كريمي وبارد منعش بزاف. كتقدموه في وجبه السحور، ممكن ايضا تقدموه في وجبه الافطار لانه كيجي غني فيه الفواكه والكريمه. باش زوين هاد الديسير هذا، ما فيهش الفلو وما فيهش الكريم باتيسير، يعني ما فيهش شي مراحل وشي مقادير كثيره، جوج المكونات فقط. دابا بعد ما درت البانان ديالي في الخلاط الكهربائي قطعته مربعات صغيره، كنضيف عليه 50 غرام من السكر، سكر سنيده، وغنضيف عليه 200 مليلتر من او 200 غرام من القشده. الان كنضيف عليه عصير نصف ليمونه وحده حامضه، وكنوضع الكل في الخلاط الكهربائي، كنطحنو مزيان حتى كيطحن هذاك الموز وهذيك الكريمه، وكنحصل على الخليط كيولي كريمي بهذا الشكل هذا. دابا كنصبوه في كؤوس تقديم، كيجي بحال هكا القوام ديالو، هكا كيف كتلاحظوا تيجي رائع جدا، لا في الشكل ولا حتى في المذاق ديالو. تنديرو في كؤوس، وكان ناخدو الكؤوس ديالنا بطبيعة الحال غندخلوهم للتلاجة، نبردوه مزيان، كنخليوه في التلاجة لمدة ديال 2 ساعة. قبل ما ندخلو للتلاجة كمن الأحسن تغطيوه باش ما ياخدش لكم الريحة ديال المكونات الأخرى. بعد ما كان يبرد مدة ديال 2 ساعة كنخرجو كنقدمو بصحة وراحة، كنزينو حسب الذوق. هنا زينتو بشي رقائق اللوز مع حبيبات الشكلاط، كيجي القوام ديالو بهذا الشكل هذا بحال الريب أو الزبادي. بصحة والراحة، ما تنساوش الاشتراك في القناة الى كنتو باقي ما مشتركينش، وشاركوا الفيديو مع الاصحاب والاقارب ديالكم باش تعم الفائدة. ديروا جيم الفيديو الى عجبكم، تلقوا فيديو جديد ان شاء الله.